السلطة لم أبحث عنها ولن أبحث عنها هي ابتلاء. المسؤولية ثقيلة ولكن لا بد من تحملها، لأننا نحمل هذه الأمانة ونتحمل المسؤولية في ذلك أمام الله وأمام التاريخ وأمام الشعب. فتبا لأي تدخل خارجي كما تبت يد أبي لهب. أنها حرب تحرير نشنها وقد بدأناها. لو كنت خيرت لما اخترت، ولكن حين يدعوك الواجب الوطني المقدس فلا مجال للتردد. ولا تهمني لا المناصب لا القصور، يهمني وطن، ولست مستعدا لأن أسلم وطني لمن لا وطنية له. مرة حملتهم الانتخابية هي عمليات إجرام. أين القصور ومن كانوا فيها؟ أين الخورنق والسدير؟ أين قصور عاد؟ كلها بقيت. المهم حينما يدخلون هذا القصر ليعلموا أنه سيأتي يوم ويغادرونه.